تحت عنوان سوا بننتصر، وبمناسبة الذكرى 47 للحركة التصحيحية، واحتفالا بانتصارات رجال الجيش العربي السوري والقوات الحليفة، نظم فريق البعث التطوعي بمشاركة فرع حمص لحزب البعث العربي الاشتراكي أمسية ثقافية وطنية بحضور فعاليات حزبية وسياسية وشعبية من لبنان وحمص على مسرح دار الثقافة بالمدينة. في هذا اللقاء الاحتفالي بمناسبة ذكرى 47 لقيام الحركة التصحيحية المجيدة التي قادها القائد الخالد المؤسس حافظ الأسد، نستذكر معا إنجازات هذه الحركة العظيمة، وفي مقدمتها مجلس الشعب والإدارة المحلية وحرب تشرين والجبهة الوطنية التقدمية، كما نستذكر حرب تشرين الذي استطاع الجندي العربي أن يثبت في هذه الحرب أنه الأكفأ والأقدر على استعمال الأسلحة المتطورة والتكنولوجيا الحديثة، ولقن العدو درسا لم ينساه إطلاقا. نحن في حمص، حمص الأبية، حمص التي كانت من بداية الأزمة عانت ما عانت من دمار واستهداف، اليوم فرحتنا كبيرة إنه حمص تعود إلى دورة، تعود إلى ألقة، أسوة بكل المدن اللي أكيد تتمتع بشعب حي. أقمنا اليوم أمسية ثقافية بعنوان سوا مننتصر، هي لتخليد ذكرى الحركة التصحيحية المجيدة والاحتفال بالانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري في كافة المحافظات السورية وطرد الإرهاب من سوريا. تخلل الفعالية عدد من الكلمات التي أكدت على الاستمرار بنهج التصحيح والمقاومة وإلقاء قصائد وطنية، كما قدمت فرقة إحساس للبالي عرض شآم من حمص إلى الشام كل السلام. نحن جايين من المنيا من شمال لبنان لحتى نشارك بهذه الذكرى المجيدة، لأنه نحن ما بنقدر ننفصل عن سوريا الأسد. لبنان وسوريا بلد واحد وشعب واحد، ونحن جايين لنعلن وقفة تضامنية مع سوريا الأسد بهالمؤامرة الكونية يلي حققت نصر فيها سوريا الأسد على الإرهاب وعلى كل أشرار العالم. نحن حينما نحتفل بهذه المناسبة فإنما نحتفل بما تمثله من قيم وبما تمثله من مبادئ وبما تركته في نفوس الشعب العربي بشكل عام والشعبين اللبناني والسوري من آثار طيبة، لا سيما الآثار التي نتجت عنها العلاقات الطيبة بين الشعبين السوري واللبناني. في ختام الاحتفالية تم تبادل الدروع التذكارية وتكريم عدد من ضباط الجيش العربي السوري وقيادات حزبية وعدد من الإعلاميين الذين شاركوا بتغطية المعارك ضد الإرهاب وتوثيق انتصارات رجال الحق، رجال الجيش العربي السوري.